يعني انا تو راني نسمع من بكري نستحكي على مرشحيها للرئاسه للجبهه الشعبيه مرشح اسمه حم الهمامي بالضبط وهو مرشح جدي وهو مناضل يختزل تجربه النضال في اكثر من 3 عقود عرف كل السجون كل الانظمه سجنته وبهذا المعنى هو معني بان تسير العداله الانتقاليه غير انه يهمنا زاد باش نقولوا العدالة الانتقالية كيما عبر عليها المرشح بحد ذاته ما يحبهاش عدالة انتقامية وما يحبهاش تشفي على خاطر هو صار فيه لا يحبها من أجل كشف الحقيقة ومن أجل أن الناس تقول هذه الحقيقة الهدف هو التجاوز لكي لا نعيد هذه التجارب المريرة على التوانسة